مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا بقناتي. اذا كنتوا اول مره عم تحضروا فيديوهاتي وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناه، فضلا ليس امرا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. واذا كنتوا من اصدقائنا وحبايب قلبنا الموجودين بالقناه، فعم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوه. ربي يسعدكم جميعا. كيفكم صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله يا رب دائما بتكونوا بخير وصحة وعافية. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومنكمل شغلنا يلي تركناه امبارحة. هذا العنب اللي قطفته معاكم امبارحة وشفتوا يعني على بين ما قطفته وخلصت صار موعد المشفى، فقلت لحالي ان شاء الله بكرة فيق من الصبح يعني بخلص هيك شغلاتي على السريع وبطلع لبرا بساوي العنب بساوي الحديقة، وهيك على جاية الاولاد من المدارس بكون خلصت كل اموري. بس يعني هيك اجاني خبر حلو، يا سلام هيك على الاخبار الحلوة اللي بتفرح القلب. فتركنا الحديقة وشغل الحديقة، مو دائما بيقولوا في مهم وفي اهم، فكان عندي انه رتب البيت ونظفه اهم من تنظيف الحديقة. فوالله بلشت بحوستي على بكير بس ما خلصت، يعني اجوا الاولاد وانا لسه بحوست البيت. يعني الله يا رب هيك يكتب اجرنا على قد ما بنشتغل بهالبيت، وسبحان الله كل ما اشتغلتوا اكثر كل ما بيطلع لكم شغلات اكثر. بس يعني كانت حوسة مرتبة من اللي بحب قلبكم، يعني هيك تمسيح غبرة على السوا، لما بتجوا بتطووا الغسيل بتفضوا كل الخزانة وبترجعوا بترتبوها، سلة الغسيل فاضية، منشر الغسيل فاضي، البلاكين مشطوفة، الزريعة مسقية. فأخذت معاي هاي الحوسة، يعني الوقت اللي كنت مخصصته للحوسة ولتنظيف الحديقة الخلفية. فهلأ هون على بين ما خلصت والله اجوا الاولاد من المدرسة، حتى يعني بتصدقوا او تماني شربان دفعت لهم هيك سندوتشات على السريع. قلت خليني بقى اطلع ساوي العنب، العنب مقطف من قبل بيوم ولازم يعني انه اشتغل فيه، حرام يعني من غير جي هو انه نصه منزوع. فقلت لحالي انه عندي تقريبا ساعتين على بين ما يصير وقت زيارة المشفى، بهذا الوقت بقطف العنب كلياته وبشوف اذا لحقت انه ببلش بحضره. قلت لكم انا بدي ساوي دبس العنب، والله منين اجتني هالفكره ما بعرف، يعني يمكن لو مسويتهم خل ما بدهم كل هالشغل وكل هالعجقه. وكمان انه الزبيب، في كتير صبايا قالوا لي ساوي زبيب، هلا ما بعرف الزبيب بيتنشف على الشمس ولا انه على الظل مثلا مثل النعناع، لانه ما تم عنا شمس فما بقى ينشف الزبيب. فقلت لكم انا يعني بما انه بدي نظف حبات العنب حبه حبه وبدي اغسلهم سواء للخل او لدبس العنب، ففضلت اني اعمله دبس عنب. قلت لكم لاني الخل ممكن واحد يلاقيه بس الدبس يعني ما بيلاقيه، والله ما بعرف. على قولتها هذيك الوحدة وقت مرة صبية علقت لي انتي بتنكشي الشغل نكش، والله يعني قلت لكم يعني حرام كل هذا العنب ايش بدي اساوي فيه، يعني ما انه شفتوا فيه يعني عنقود واحد كامل، لانه واحد يبعثه للجيران وما شاء الله هن وقت اللي بيبعثوا لنا يعني بيقطفوا من الدوالي عندهم، يعني شفتوا مرة عنب اسود مرة عنب اصفر بشهي القلب. فيعني هذا ما خرج سكبة، يعني ما خرج انه واحد يعطيه لحدا، وانه حرام يعني انه اتركهم هيك على الشجر وكبهم. فقلت يعني بساويهم هيك. وعلى فكرة يعني انا اذا بقطف الخضرة او مثلا اي شيء من الحديقة وبشتغل فيه وبساويه، في يعني ناس ما بيعجبون، يعني عملت هيك ما بيعجبون ونعملت هيك ما بيعجبون. لما مثلا كنت قطف الخضرة وساوي منها مونة، عملت مثلا بندورة مغلية، المخلل، المكدوس، لما نشفت البندورة على الشمس يا الله شقد في صبايا علقوا لي انه ايش هذا وليش كل هذا الشغل وليش هيك بتتعبي حالك، روحي جيبيها من برا جاهزه وما احلاها وما في هذا السعر الغالي. ولما احيانا بحكي مثلا انه الدوالي انه مضروبه وانه ما عم نقطفها او ما عم ناكلها او ما اهتمينا فيها، عندكم نعم وما لكم محافظين عليها وفي غيركم مو طايله وفي غيركم مو شبعان اللقمه. فعن جد يعني بعض التعليقات بتحيرني، يعني نعملت هيك ما بيعجبون ونعملت هيك ما بيعجبون. فبالاخير يعني انا بعمل اللي بريحني واللي بناسبني، ولولي صبايا اذا العنب بيصير زبيب ممكن ساوي شوي وضبهم يعني.
فهلا هاي الكمية ان شاء الله رح ساويها مثل ما اكلكم دبس العنب. هلا هون بعد ما قطفتهم كلياتهم طلعت عندي هاي الكمية. هلا انا العنائد اللي انه كويسة وحباتها ما فيهم شي شلت منهم شوي للاكل، وهذا الباقي كلياته نظفته وغسلته وهلا بدي ساوي. هلا انا شفت الطريقة على اليوتيوب صراحة، لا سألت امي ولا سألت حماتي لانه متأكدة اصلا ولا واحدة منهم انه مساوينه، فحسيت الطريقة كتير سهلة يعني ما بده شيء، انه مجرد تخلطوه على الخلاط. يعني انا كل الطرق اللي شفتهم هيك ولا بيضيفوله ولا شيء ابدا ابدا، وبيصفوه اول دور وتاني دور وتالت دور لحتى انه تصير المي تبعيته رايقة وما نعكره او ما فيه يعني هيك من هذا البذور، وبس بتحطوه على الغاز لحتى انه يصير تقريبا مثل دبس الرمان او اسمك شوي. فوالله يعني انا اتبعت الخطوات، وهلا اليوم وانا عم ساوي لكم الفيديو خلص استوى. ان شاء الله بالفيديو الجاي انه بيكون برد وبصور لكم اياه واعطوني رايكم فيه. هلا انا الفيديوهات اللي شفتون كلهم عم بيقولوا تقريبا كل 10 كيلو عنب لحتى يطالعوا معاكم كيلو دبس عنب يعني. فما بعرف انا الكمية رح تطلع عندي ايش قد، او بالاحرى يعني انا ما كتير شاطرة بالميزان وهيك، فطلعت عندي انا هاي الكمية ورح ساويها. هلا اول شي حطيتهم بهاي الطنجرة وشغلت الغاز عليهم وبلشت اغليهم. حسيت الطنجرة عندي صغيرة ما شاء الله، عندي يعني كمية عصير كبيرة لسه بدي صفيها، فقلبتهم على طنجرة الضغط، عندي طنجرة ستانلس واكبر من هاي. انا بس لما غلى عندي شلت هيك صار مثل طبقة بيضة على وجهه وكتير خفيفة يعني شلتها، وخلص رح اتركه على نار واطية لحتى يستوي ويوصل للقوام المطلوب. هلا للأمانة أنا هون يعني خلصت بس عصير العنب، عصرته وصفيته وصار موعد روحة المشفى ولازم روح، فقلت يلا مو مشكلة بس ارجع ونتعشى وهيك ضبضب كل أموري ارجع يبقى بكمل طبخ دبس العنب. هلا هون رحنا على زيارتنا، وحتى والله كان لازمني شوية اغراض من السوبر ماركت بعدين، يعني ما قلت لكم عم نحضر لشي حلو فلازم بقى نجهز هيك امورنا. جهزنا البيت هلا بقى لازم نجهز هيك اكلاتنا الطيبين وحلوياتنا ان شاء الله. يعني اكيد عرفتوا جوزي ان شاء الله بكره طالع من المشفى ان شاء الله، يعني باذن الله لسه ما خرجوا بس قالوا له يعني احتمال كبير بكره ان شاء الله طالع من المشفى، فيعني لازم هيك نرتب البيت نرتب امورنا نعملنا اكلة حلو. بتتذكر من ايمت قلت لكم لازم اعمل هريسة، فجبت السكر والله رحت على السوبر ماركت بس لحتى اجيب السكر وجيب الباكنج باودر لحتى احضر الهريسة، وكمان لازمني شوية خضرة التمر. بالعادة مثلا لازمني خيار او بندورة بقدونس هيك شغلات بسيطة، بقول له لابني جيب لنا وانت جاي يعني، او نحن راجعين من المشفى لا هيك بجيب شغلات بسيطة، بس هالمرة بدي روح شوف ايش في طبخ. يعني لازم هيك نطبخ لهم طبخة مرتبة اكلة بيحبوها، على اساس بدي اساوي محشي. من يوم اللي كانت هون مرت عمو وبنت حماي طبخت محشي وعن جد يوميتها على قد ما كان طيب، فجوزي بعد قال لي رجعي اعملي لنا محشي ما شبعنا منه هديك المرة، مع انه هو اكله على يومين لانه طبخ الطبخة وهو كان ما بياكلها، عملت دجاج تركي وجوزي ما بياكل دجاج فاكل محشي على يومين، ورغم هيك قال لي مشتهي على المحشي انه رجع يعمل لنا محشي هي قبل ما يدخل على المشفى. فقلت لحالي خليني روح شوف انه اذا في خضره في انه غراض محشي، بس شوفت عينكم الباذنجان الصغير كانه خلص يعني ما بقى بالمحلات الخضره، فلقيت هذا الباذنجان بيشهي القلب يعني هيك زهري وطويل ورفيع، يعني ما كتير طويل يعني حجمه كتير حلو خرج لمحشي، بس ما لقيت كوسة. قلت يلا مو مشكلة بجيب الباذنجان وبرجع بدور بمكان تاني او نهار تاني انه لحتى لاقي كوسة، ويبقى بنعمل ان شاء الله اكلة محشي. هلا بما انه مقضي النهار كلياته شغل فاكيد يعني ما رح اطبخ او ما عندي وقت لانه اطبخ، يعني قلت لكم هدول 3 ساعات او 4 ساعات بطلعوا من البيت هن كانوا وقت الطبخه، فقلت لحالي يلا اليوم بنمشيها هيك حواضر من البيت وان شاء الله بكره بنعمل لهم هيك اكله على ذوقهم وبنحتفل بطلعه جوزي بالسلامه ان شاء الله. هلا هذا المربى اللي طبخته معكم شايفين صبايا شلون طالع، على قد ما قلت لكم طيب بيشهي القلب. والله انا بالعاده بعمل لابني مثلا على المدرسه توست بحط له جبنه سائله او الجبنه المثلثات يعني وبحط له فوقه عسل، فلما جربت له هذا المربى على فكره كتير حبه وقال لي عن جد طعمته كتير قريبه من طعمه العسل.
حتى مربى التين كمان عملته قبل ما تجي مرت عمو، كمان طالع بشهي القلب. بس ما بعرف ليش بحس مربى التين مو خرج انه ينحط على فطور او انه بين الحواضر، يعني بتحسوا انه تشيلوا التينة وهيك تاكلوها اطيب من انكم تجوا تغمسوها بالخبزة مع الفطور، ولا ايش رأيكم صبايا؟ وهلا هدول مقدوساتي الشهيين يلي بشهوا القلب، سبحان الله دائما اخر مطربان المقدوس بيكون اطيب من اول ما بتفتحه، خاصة اذا كنتوا عاملينه تازة بتحسوا هيك تغبغب النكهات وعن جد صار بشهي القلب. وهلا على بين ما خلصنا مونة المربيات والدبس والمقدوس، شفتوا بلشت مونة اللهم صل على النبي الزيتون. فمن كم يوم والله كنت عم بحكي مع امي عم بقول لها انه نزلوا الزيتون، وعن جد لو تشوفوا الحبه بتشهي القلب. بس قالت لي دائما انه الزيتون معروف انه اذا ما نزل مطر ما بينشر الزيتون، بيكون ما نو طيب، وفعلا احنا هون عنا لسه ما نزل مطر ابدا ابدا. فايش رايكم صبايا، اشتري زيتون ولا على مهل؟ يعني انا الزيتون اللي بدي اشتري ان شاء الله اخضر، انه راح كسره وضبه يعني للشتويه او للسنه الجايه ان شاء الله. لهون قلت خليني اقلي بيض، شفتوا بعد ما فتحت البيض اللي جبته من السوبر ماركت، بعدين تذكرت انه اشترينا بيض هون من عند الجيران بيض بلدي، قلت خليني اقلي، وهذاك البيض بتركه يبقى لأكلة حلو، بتركه لمثلا انه العجة او هيك شيء، هاد خلينا نقليه بلدي بيكون اطيب. بما انه كنت عم بحكي لكم عن الزيتون صبايا، سمعانين شي بالزيتون المسلوق؟ هلا سمعانين وشايفين ودايقين الزيتون المشوي والمدخن، بس الزيتون المسلوق والله اول مره بسمعه. شفتوا وقت اللي رحت على حديقه الجيران وقطفت الزيتون؟ مو قطفته، قلت لكم شوفوا هذا الزيتون اسود، انا عندي مثله بس اخضر، هي بتكون هيك حبه الزيتون صغيره رفيعه طويله يعني، فقلت لكم ما بعرف ايش بيعملوا بهذا الزيتون. ففي صبية قالت لي انه هذا الزيتون اليوناني انه له طريقة بيسلقوه وبياكلوه، يعني صراحة انا ما شفت يعني هيك زيتون، وبشتري بالعادة يعني انا هذا الزيتون اللي عندي هذا جايبته من برا، لانه شفته السنة الماضية مثل هالايام انا سافرت يعني، فلما رحت ورجعت كانت خلصان موسم الزيتون، فبقينا بلا مونة. فهلأ كل ما لازمني بجيب زيتون اخضر يعني جاهز، ف ما حسيت طعمته مسلوق، هو دائما بيجي مكسر وحاطين معه احيانا قطع ليمون وكزبره، بيحطوا معه الكزبره الحب، وعلى فكره كتير يعني بتغير طعمته، فانا بجيبه بوصله بنقعه بمي وملح لحتى تطلع النكهه منه بكبه، وبرجع بعير له مي وملح، بحط له قطع ليمون، بحط له زيت، بحط له شويه كركم، فبيطلع معي بهذا الشكل. بس انه زيتون مسلوق والله يعني ما سمعت. هلا ما بعرف انه شلون بدها تنسلق او انه ايش بده يطلع فيها الحبه، لانه كتير صغيره يعني، ويمكن البذره اللي بقلبها اكبر من انه ما فيها الزيتونه. فايش رايكم صبايا، سمعانين في زيتون مسلوق؟ هلا والله الصبيه اللي علقت لي قالت لي انه في له طريقه على اليوتيوب، انه بحثي عنها وجربيها. بس مثل ما قلت لكم عن جد يعني الزيتونات كتير صغار وما هم محرزين لانهم يتكسروا. هلا على الاغلب بيقولوا الحبات الزيتون اللي بتكون صغيرين بياخدوها بيسووا زيت، فما بعرف هذا يعني انه اذا بيجي حدا بيقطفه بياخده بيعمله زيت، بس انا كنت عم بسأل لانه عندي مثله بس اخضر عشان اعرف لشو استخدمه. وهلا هون تعشينا وخلصنا، قلت خليني ضب المطبخ واجلي الجليات، خاصة هيك كان البيت نظيف ومرتب ما بدي اياه ينعجق. جبت اغراض السوبر ماركت فورا رتبتهم، جبت الخضرة فورا رتبتها كلياتها بالتلاجة، وحضرنا العشاء وتعشينا وهلا خلصنا، بقى بنجلي الجليات وهيك بنرجع نرتب مطبخنا وبيرجع بيصير مثل الفلة.
وبتمنى منكم يا صبايا اذا كنتوا اول مرة عم تحضروا فيديوهاتي وحبيتوها وما كنتوا مشتركين بالقناة، فضلا ليس امرا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي، واذا كنتوا من اصدقائنا وحبايبنا بالقناة فعم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة على هذا الفيديو. ربي يسعدكم جميعا ويخلي لي اياكم وما يحرمني منكم ومن كلامكم الحلو وتعليقاتكم يلي بتفرح القلب. هلا بما انه اليوم يعني رتبنا البيت وخلصنا كل امورنا وتسوقنا وخلصنا تجهيزات وتحضيرات طلعت جوزي بالسلامه من برا، فباقي علي انا المهمه الاصعب اللي هي الطبخه. مثل لكم بدي اعمل اكله حلو او بالاحرى هريسه، لانه يعني الاكل المفضل عند جوزي، فراح اعمل هريسه. راح احضر طبخه ما بعرف يعني هلا هو ما نو محشي لانه جبت بس الباذنجان وما جبت الكوسه، ف تروح علي صبايا اش اطبخ هيك اكله طيبه لبكره، فان شاء الله بكره هيك رح يكون الفيديو كتير حلو. وهلا هون جلينا الجليات وصار المطبخ مثل الفل. ابني قال لي عبيلي شويه فستق خليني اكلهم قبل ما انام، وانا هون قلت خليني روح بقى اصلي العشاء وهيك ريح شوي، بعدين بقى بدي ارجع رجع الدبس على الغاز لحتى يستوي. شايفين ما شاء الله هلا هي الطنجره تقريبا نقصت ورجعت انا زدتها لحتى خلصت الكميه عندي وصارت بهذا المستوى، فتركتها تقريبا على الغاز يوميتها يمكن ساعتين المساء وخلص انا بدي نام. فمثل ما قلت لكم انه اليوم خلصته، فتاني نهار حطيته على غاز واطي وتقريبا كمان اخذ معي يمكن ساعه ونص. بس يا حذركم ايش قد الكمية اللي طلعت، يعني هاي الطنجرة قلت لكم صارت تقريبا نصها ورجعت انا ضفتها، ايش قد الكمية اللي طلعت معي. فانتظروني بفيديو بكرة ان شاء الله رح صور لكم اياه. وهيك بيكون وصلنا باليوم لنهايته وبالفيديو لنهايته، حاج بكفي هيك شغل لليوم، وانتظروني ان شاء الله بكرة بفيديو مميز. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم ان شاء الله بشوفكم فيديو جديد وروتين جديد على خير وهدات بال.